بايدن بعد الزيارة رجع وارسو وكمل زيارته لها، وكان له كلمة من هناك أمس. وفي لقطة عرضت على تلفزيون بولندي من وصول طائرته لوارسو، هذه اللقطة عاملة جدل، فالناس تداولتها وقالت إنها للحظة سقوط أليم لبايدن من على سلم الطائرة. لكن الحقيقة أن الفيديو مو لبايدن وإنما لموظفة في البيت الأبيض حتى ما تم الكشف عن هويتها، والمسكينة تعثرت وأخذت السلم كله على وشها. ناس كثيرة بعد ما عرفت أنه مو بايدن اللي طاح قالت معلش يا جماعة اعذرونا، بس بايدن له تاريخ في الطيحات وتحديدا على سلالم الطيارات، وعشان كده افترضوا أنه بايدن.